نحيا وبه نموت أكيد قدم التضحية من أجلكم ومن أجلنا أكيد فليتقدم يعني وتحية نضالية لأجلي لكم الشرفاء تحية لكم أيها الأوفياء تحية لكل الحناجر المدوية تحية لكل القناعات المبدئية عشتم أحرارا دوما عشتم أبطالا دوما رغم القمع رغم الاعتقال سنبقى صامدين سنبقى مناضلين حتى آخر لحظات حياتنا عبركم ومن خلالكم جماهير الحركة الاحتجاجية جماهير الدروس الصامدة تلاميذ طلبة معطلين فلاحين عمال محرومين أبناء الفقراء أبناء المضطهدين البسطاء كل مهمشين كل الذين يعانون ويلات القمع ويلات الحرمان ويلات السياسات والمخططات الطبقية التي تكون من داخل دهاليز هذا النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي عبركم ولكي لا يغتالوا التاريخ مرة أخرى نحيي كل من استرخص دمه وحياته في سبيل تحرير هذا الوطن عباس مساعدي حدو عقشيش محمد بن عبد الكريم الخطابي عبد اللطيف السروال شبيه رحال سعيد المنبهي تاني امين بريدي مولاي بوكر بن هواري مصطفى شباب عبد الحق شهداء اكيد الحركة الطلابية عادل الاجراوي المعطي بومني ايت الجيد بن عيسى موصيف العسوسي عبد الرحيم بوعبيد كذلك محمد الفزازي مصطفى المسياني كذلك شهداء الجمعية الوطنية الذين هم البراس في دربنا هم البراس في طريقنا على خطاهم سائرون مصطفى الحمزاوي كمال الحساني نجي أدايا وكذلك لا يسعني ومن منطق تجربة أن أشوف تحايا الصمود والحرية تحايا إكبار وإجلال لكل معتقلين السياسيين ببلادنا معتقلي الشعب المغربي معتقلي التحرر معتقلي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية معتقلي الحركة الطلابية أكيد الذين يخوضون بطولات من داخل سلاسل النظام معتقلي الجمعية الوطنية أكيد البعادي والركبي معتقلي فرعون فرش وكل الذين قدموا ضريبة الاعتقال السياسي من أجل قضايا الشعب المغربي العادلة تحية مجددا لكل الذوات المناضلة لكل الذوات الصلبة التي وقفت في وجه النظام سواء مناضلي مدينة تريوش العزيزة أو مناضلي الشعب المغربي قاطبة أكيد كما تعلمون أن طبيعة الاعتقال السياسي في هذا النظام وفي هذا الوطن ونظرا لطبيعة النظام ونمة الإنتاج المتبع ببلادنا وبالعالم أجمع فإننا نعتبر قضية الاعتقال السياسي قضية طبقية هي إفراز الصراع بين الطبقات من داخل المجتمع حيث يكون في جهاز الدولة الطبقي في
في الدولة أو في الطبقة من أجل قمع الطبقة الأخرى النقيض، وكذلك الاعتقال السياسي وامتداد للقمع الفكري والمادي الذي يبدأ النظام في كل مراحل تطور الإنسان المغربي من الطفولة عبر نشر الخرافات في المنازل وفي المدرسة، وكذلك ينتقل للقمع المادي عبر التدخلات القمعية والاعتقالات السياسية وتشريد الجنسية والنفي إلى خارج الوطن. بالتالي إن اعتقال المناضلين يأتي من منطق قمع الصوت المعارض، قمع الصوت الذي لا يقول لا أو يقول لا عفوا ولا يقول نعم لكل ممارسات الأجهزة القمعية للنظام القائم من حجرة، من تهميش، من مخططات طبقية من أجل محاولة كسر شوكة الحركة النضالية ببلادنا، ومن أجل تمرير كل المخططات على كاهل الشعب المغربي خدمة لأسياد له يوجدون بالخارج، أسياد لأشخاص مؤسسات عالمية تلتهم ثروات بلادنا وتلتهم وتشرب بنعم دماء أبناء شعبنا. إن الاعتقال السياسي لشرف لكل مناضل يتبنى القضية. إن الاعتقال السياسي لضريبة يقدمها كل مناضل مؤمن راسخ الإيمان بقضية الشعب المغربي. إن الاعتقال السياسي لن ينتهي عند معتقلين أو اثنين إلا بقلب البنية الاجتماعية الحالية. لذلك رغم الاعتقالات كما قلت والاغتيالات، فإن نظرات الشعب المغربي ستبقى قوية وسيكون لها زخم مستقبلي شيئا فشيء قطرة قطرة تحمل الواد كما كيقول. وأكيد من موقع مناضل قدم ضريبة بسيطة دفاعا عن الموقف والمبدأ، دفاعا عن الموقع الصريح والحقيقي للجمعية الوطنية كرافد من روافد حركة التحرر الوطني، بعيدا عن سياسات المكاتب وسياسات المساومات، اخترنا دربا قصينا فيه الكثير، وكل قدم من موقعه الكثير. لقد تم اعتقالي على خلفية محاسبتنا لهؤلاء المنتخبين. حيثيات الاعتقال هي في غالبها ومضمونها تشبه حيثيات اعتقال أي مناضل، إلا أنه في شكلها قد تختلف من حيثية إلى حيثية. كما قلت بأن الضريبة التي قدمها فرع الدريوش كانت في سبيل الجماهير الشعبية أولا، لأننا كنا بصدد فتح دورة استثنائية للمجلس الجماعي وبتحالف مع جهاز القمع الطبقي ما يسمى بالقيادة، الذين دائما وكما عودونا يزحفون على رزقكم، يزحفون على حقوقكم، يزحفون على أموالكم، كيسرقوا الفلوس ديال الشعب وكينهبوا الميزانية ديال الشعب، ولأننا نمشي نحاسبهم كمناضلين كيرفضوا مثل هكذا ممارسات وكيرفضوا مثل هكذا نظامات. بالتالي شنو غادي يدير؟ أو لا شنو غادي يديروا؟ لأنهم هما بزاف.
المخابرات والجماعة والقيادة والعملاء كمؤسسة النظام كتبرك وكتبخ الملفات. تم استدعائي من طرف جهاز قمعي اللي موالف كيقمعوا ولاد الشعب. ولا عقلتوا غير العام اللي فات ولا العام اللي فات سب أبناء الدريوش قاطبة وجهاز الدرك الملكي بين قوسين. تم تلفيق تهم ثقيلة، تم فبركة الملف في الكواليس إلا أنه كان هناك درس لا يمكن أن ننساه، أن إرادة الجماهير تستطيع قلب الموازين. إرادة الشعوب فوق كل اعتبار. من تهم جناية ثقيلة، من سنوات ربما من الاعتقال، وتحت ضغط نضالاتكم أيها الأبطال أعطيت الإشارة بقلب التهم إلى الابتدائي ومحاكمتي بشهرين سجن النافذة، والتي كنت فخورا حينما أسمع بأن رفاقي يصرخون خارج الأسوار. كنت فخور لأني أنتمي إليهم، كنت فخور لأني واحد من هؤلاء الذين يناضلون من أجل حرية هذا الوطن وحرية هذا الشعب. لم تتراجعوا فلن أتراجع، لم تستسلموا فلن أستسلم. نضالاتكم ونضالات كل المغاربة ستكون لها ثمار أكيد، ولا يسعني ولن أفوت الفرصة لكي نقدم التحايا لكل الذين حضروا إلى هذا الشكل النضالي الراقي، إلى هذا الشكل النضالي الذي يمثل بوابة أخرى من أجل العودة إلى الشارع، من أجل العودة لتبني هموم الجماهير، من أجل العودة لحمل المشعل من جديد كما قلت حتى آخر رمق. أحيي تحية عالية العائلة التي صمدت معي طيلة شهرين، صمدت ولم تتراجع ولم تركع لأذيال الرجعية. تحية عالية، تحية فخر لرفاقي الذين بدأوا معي الدرب من داخل الدريوش، وأقول بأني أفخر بأني واحد منكم. تحية الفروع إقليم الدريوش الذين صمدوا واتحدوا ونسوا كل شيء وتشبثوا بالجمعية الوطنية وتشبثوا بدماء الشهداء وتشبثوا بضحيات المناضلين. أحييكم عاليا وأقول لكم دمتم صامدين. أحيي مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي الجامعات المحلية وكل القطاعات النقابية التي تناضل من موقعها وتناضل من أجل ربما إلى جانب الجماهير من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. نحيي كل النقابيين الشرفاء ولا نحيي المحسوبين على البيروقراطية. أحيي مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالخصوص موقع السلوان الصامت، موقع المناضلين الشرفاء، موقع الضحيات، موقع المناضلين الذين لا زالوا صامدين رغم كل المعاناة التي تحاك ضدهم. تحية للرفيق الذي جاءنا من العيون الشرقية وأسمعنا صوته في هذا الشكل النضالي، نحييه عاليا على حضوره. تحية المناضلين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحية لهؤلاء المناضلين الشرفاء الذين يريدون الحفاظ على الهوية الكفاحية لهذا الإطار رغم كل المخططات والتكالبات. تحية التلاميذ دريوش الذين صمدوا طيلة شهرين. تحية لكل أبناء الشعب، لكل الساكنات دريوش العزيزة. وفي الأخير أقول للنظام تحية نظامية إطار المساندة، تحية نظامية إطار المساندة، وتحية نضالية إطار المساندة، وتحية نضالية إطار المساندة، وتحية نضالية. ولكن لا أنسى في أمن فئة
المجتمع بالمغرب. الفئة التي ناظرت معنا هي فئة مصرشة بمدينة الناظور وبالمغرب ككل. هذه الفئة التي خرجت عن الصمت ودخلت المعركة وأصبحت رقما من أرقام الصراع بالمغرب من أجل تحقيق مكاسبها العادلة والمشروعة من أجل رفع التهميش. ولكي لا أنسى في هذه المناسبة مناسبة 19 يناير ذكرى انتفاضة الشعب المغربي سنة 1984 ضد القهر ضد النظام، نحيي كل شهداء انتفاضة المجيدة، كل الذين ضحوا من أجل دفع معركة بوطننا، وكذلك نحيي الشبلين سعيد وفريد الذي تحل علينا ذكرى استشهادهما، وكذلك نحيي الشهيدة زبيدة خليفي التي تزامنت ذكرى استشهادها يوم أمس في وطن يدفع كل يوم شهيد ومعتقل، في وطن لا زال يحمل في طياته الكثير يحمل المفاجآت. عاش الشعب، عاش عاش أبناء الريف ماشي أو باش، عاش الشعب، عاش عاش أبناء الريف ماشي أو باش، عاش الشعب، عاش عاش أبناء الريف ماشي أو باش، عاش الشعب، عاش عاش أبناء الريف ماشي أو باش. تحية عالية لكم. أكيد نحن لسنا بأوباش، نحن نريد فقط حياة كريمة للجميع، نريد وطنا يتسع للجميع، وفي سبيل هذا الهدف مستعدين لتقديم المزيد والمزيد من التضحيات. لا تهمنا مخططاتهم، لا تهمنا تهديداتهم، فهناك من قدم مقابل ذلك دماءه في سبيل هذا الوطن. لا يمكن أن نخون تلك التضحيات، وإلا فإننا سنصبح في مسبلة التاريخ، وهذا ما لا يتطلع إليه أي أحد. فيه نقطة من الدم المغربي المناضل الصامت. وعلى شاكلة ما قاله أحد شهداء الشعب المغربي البطل شهيد الحركة الطلابية وشهيد الشعب المغربي مصطفى النسياني، يعتقل منا ما يعتقل، يغتال فينا ما يغتالوا، يفبركوا من ملفات ما يفبركوا، ينشروا من إشاعات وسمومات ما ينشروا، إلا أننا سوف ننتصر، لأن الشعب سينتصر، ولأننا إلى جانب هذا الشعب. إذن فالنصر حليفنا. عشتم أحرارا، عشتم أبطالا، أكيد فالساحة بيننا والنضال بيننا. استعدوا جميعا لمعركة من أجل الاستمرار في المعركة التي فتحناها، معركة ضروس، معركة ستعرف مرحلة أخرى، مرحلة أرقى. وكي لا أنساهم الخزي والعار لكل من خان، الخزي والعار لكل من ارتد، الخزي والعار لكل الذين أرادوا إقبار الجمعية الوطنية، الذين يريدون إقبار نضالة الشعب المغربي، الخزي والعار لكل القوى الرجعية المنتفعة حول النظام، وكذلك الخزي والعار للقوى الإصلاحية التي ظهر وأفلس مشروعها في تواطئه مع النظام الوطني الديمقراطي اللاشعبي. عاشت الجماهير الشعبية، عاشت الثورة المغربية. نعم جميعا من أجل وطن حر، نعم جميعا من أجل الكرامة، نعم جميعا من أجل الحرية، نعم جميعا من أجل العدالة الاجتماعية. صمتتم كثيرا، تبقوا صامدين، بقيتم، دمتم أوفياء، دمتم مناضلين،
دان النضال لكم ودمتم للنضال أوفياء. تحية عالية واسمع الإطالة، ولكم مني تحايا الصمود، تحايا الإجلال، ولكم أكيد تحايا الشعب المغربي الذي سوف يعرفكم وسوف يركب مركبكم. عشتم أحرارا، عشتم ثوارا، عاشت مدينة الدريوش، عاش الشعب المغربي.